اخلق يا رب جوانا كده يا نبيع تسبيح، تسبح اسمك يا رب وترفعك وتمجدك يا رب. يا رب انت خالق يا رب عظيم، انت خالق مبدع جدا ومبتكر يا رب. انت مفيش حاجة خلقتها صدفة ولا غلطة يا رب. يا رب افتح عينينا كده ان احنا نشوف الجمال يا رب اللي انت خلقتنا بيه. خلي يا رب نشدنا يلزليك يا رب كده ونفرح بيك في الاخر. امين. Thank you.
في تكوين 1:27 بيقول كده: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. ويجي داود ويخلي ده سبب رئيسي إنه يسبح الله عشانه. فمزمور 139 عدد 13 بيقول كده: لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني في بطن أمي، أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، في سفرك كلها كتبت يوم تصورت. أنا عايزة أقول لك النهاردة، متكسفيش ومتكسفش من شخصيتك، متكسفش من أفكارك. الله استمتع وهو بيخلقك، هو استمتع وهو بيعمل كل حاجة، كل تفصيلة فيك، هو حط فيك كل مجهوده. الله اللي خلقك وعارف أفكارك وعارفك في محنتك، واللي عارفك في كل لحظة بتعدي فيها، اللي عايدت شعر راسك ده مستحيل يسيبك تضيع، مستحيل انه وسط محنتك ووسط افكار عماله تجري في دماغك وانت مش عارف الاجابه فين، مستحيل يسيبك، مستحيل يسيب اعظم اعماله تضيع.
إنشاد 2:14 يقول كده: أريني وجهك، أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. الله قد إيه بيستمتع إن أنا أقعد في محضره 5 دقايق بس كبداية في اليوم، 5 دقايق في اليوم بس أوردي له وشي زي ما بنقول، أقعد قدامه ما بيبقاش على بالي حاجة غيره، أقول له ترنيمة أو كلمات طالعة من قلبي، لأنه قد إيه بيقول بكل حب هنا إنه أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. أنا
لو ما قدرتش تشوف الحلقة في ميعادها، تقدر تشوفها على اليوتيوب وتشيرها كمان لأصحابك على الفيسبوك. ولو عندك أي تعليق أو مشاركة، ابعت لنا على السكايب أو الإيميل.